السلام عليكم مشاهدي ومتابعي الكرام عبر قناتي في اليوتيوب في حلقة جديدة وموضوع جديد. الجو بارد ولكن رائع وجميل أيضا. بالنسبة للموضوع تاع اليوم هو موضوع مهم جدا، ولو أنني طبعا كما العادة حكيت عليه ولكن حنزيد نعاود نحكي عليه. بالنسبة للعمل في بريطانيا وأهم الأشياء اللي لازم تعرفهم قبل أن تأتي إلى بريطانيا، أنه الشيء المهم في بريطانيا أنه لازم تكون عندك حرفة. راح تقول لي عندي حرفة فلانية حرفة فلانية حرفة فلانية حرفة فلانية، وأنا كرهت من هذا الموضوع تاع العمل في بريطانيا. الحاجة اللي كاين الناس ما تعرفهاش أنه كي تكون عندك حرفة مثلا بيتزيريا ولا باتيسيري، كي تجي لهنا ماشي بالضرورة راح تخدم في البوست تاعك ولا بالحرفة تاعك، لأنه كاين متغيرات. أنت راك جديد ومازال ما تعرفش عباد، الناس ما تعرفكش وما إلى ذلك، ما حش تخدم بالميتي تاعك مباشرة. يعني كان في قليلة من الناس اللي جات خدمت بالميتي ديالها ديركت، يا شاطرة لقات خدمة في البوست ديالها، يا ناس عاونوهم باش لقاو خدمة بالميتي ديالهم. يعني في الأغلبية من الناس اللي جاو حتلقى يخدم في المطعم، يخدم في مقهى، يخدم في العديد من من الحرف. بعد ذلك بعد يطلب كثير من ماشي الكثير، يعني فترة معينة من الزمن باش يقدر يخدم يخدم بالميتي ديالو. يعني اذا كنا نحكيو على الحرفه راني نقول جميع الحرف صالحه في بريطانيا، ولكن لازم ندعمها ايضا بعفيس واحد اخرين. الحرفه بدون لغه تقدر الحرفه تساعدك انك تخدم في العديد، بغض النظر ان اللغه تاعك ما كاش. بصح حاجه اللي حيرتني انا واستفزتني انا شخصيا، كاين ناس نعرفهم الدور في دول فيزا وقالوا لي مبروك عليهم ونقولوا شك تستنى باش تعلم اللغه الانجليزيه. قلت انت مازال عطاولك شهر قبل ما تبدا الفيزا، زيد بزياده عندك كاين ناس جاوا على 3 شهور باش تجاو. فهذيك 3 شهور كنت قادر تتعلم اللغه الانجليزيه بطريقه قد لا يصدقها. انت ما تصدقش بلي المستوى تاعك في اللغه الانجليزيه وصل لهذه المرحله. كاين ناس راهم يشغل في ظرف في وقت اللي عنده وقت انه يتعلم اللغه الانجليزيه ما يتعلمش اللغه الانجليزيه. ابري كي يجي لهنا صعب له فاش في الاندماج في المجتمع مثلا، لانه كاين حتى هنا جزائريين مثلا ولا، باش تندمج في المجتمع كاين ناس اجانب باش تهضر معاهم لازمك اللغه الانجليزيه. الهندي ما اشتغل لما تتكلم مع بالهنديه ولا الباكستاني ولا الالباني ولا الروماني ولا المغاربه بالدول تاع شمال افريقيا كل حتى مصر كاين يزادوا هنا ما يتكلموش اللغه العربيه. كان اليمنيين كاين بزاف اللي راس ام هنايا يتكلموا اللغه الانجليزيه. هذيك اللغه الانجليزيه راح تساعدك باش تتعلم. حنا نضيع الوقت في امور تافهه وما نتعلموش اللغه وما على بالناش بلي اللغه مهمه. الحرفه راني معاك مهمه جدا، ولكن ايضا حاجه لازم تعرفها انه اللغه تساعدك بزاف. يعني باش ما نخرجوش عن الموضوع تاع الحرف، ولو اني حكيت على الحرف كاين بعض الحرف ما حكيتش عليهم في فيديوهات سابقه كاين تصليح الدراجات الهوائية والنارية. كاين فرق بين الدراجة الفيلو والموطو. الموطو الناس الصيفية يقولوها طفطافة، تحيتنا الناس الصيف بيان سور شاوية. الطفطافة الدراجات الهوائية والدراجات النارية هادو هادي حرفة بزاف مليحة هنا في بريطانيا، لأن حتى تخدم بالك نقدر نقول لك مباشرة إذا كنت كاليفي. الحرفة بدون مؤهلات بدون احترافيه في المهنه تاعك راح تسبب لك شويه عواقب، يعني عوائق ولا عواقب في اثناء معيشه تاعك في بريطانيا. على بالي بلي الريح، ولكن انا ساحاول تقريه ما كاش وين نروح والله غالب الدار معمره برا الريح المرات الدراري يهبلوك وين راح نروح ما كاش. المهم قلت لكم انه الحرفه لازم تكون محترف، يعني ماشي مثلا تجي حفاف ما تعرفش تخدم بالمقص مثلا، ولا هنا ايضا تاع الخيط هذيك مهمه جدا. حتى الباتيسيري ثاني تلعب دور كبير في ايجادك العمل. يعني الباتيسيري مليحه بزاف باش تلقى خدمه هنا في بريطانيا ايضا. شوفوا اي مهن قلت لكم، اي مهنه اي حرفه مليحه لك. شوف على بالي بلي ناس راح تكتب لي وتقول لي واش والماسون والبلومبري وتريسيتي وتريسيتي تاع تاع السيارات. لا لا تريسيتي تاع المنازل. وليد ما حكيتناش على الطولي، وليد ما حكيتناش على اللي يخدم فتايات، وليد ما حكيتناش اللي يخدم جارديني. تقول في بعض الاحيان
قدر في التليفون تكسر على زوج. الحرفة يعني حاجة تخدم باليد، أي حرفة تخدم بها في بريطانيا، وأيضا تخدم ما تخدمش بها في بريطانيا وتلقى راح تخدم في خدمة ماشي حرفة ديالك. علاش حنا توجور نغفلوا على أمور مهمة جدا وهي المكتوب ورب سبحانه كيفاش راهو مكتبها لك وكيفاش راهو مسطرها لك. كاين بزاف ناس طلعوا بلي حرف يطلب الامر شويه وقت باش تخدم بالميتي تاعك، يعني ماشي بالضروره خاوتي تخدموا بالحرفه تاعكم بالميتي تاعكم مباشره، صعيبه شويه اللي تحتاجون الى وقت من الزمن. لهذا جميع الحرف خاوتي ملاح اللي ذكرتهم ولا اللي ما ذكرتهمش، اي حاجه اي حرفه مليحه، ولكن تحتاج الى انك تدعمها باللغه. في الناس اللي جاوا جات سي بون، الناس اللي مازال ما جاتش لازم يتعلموا اللغه الانجليزيه في اقرب وقت، وفي ايوا 3 شهور شهرين تقدر تتعلم وما لاباس تاع اللغه الانجليزيه. في نهايه المطاف راني تعبان والشمس اطلت بعد ما كانت تمطر سبحان الله. العموم ان شاء الله قد كنت خفيف عليكم مثل العاده، وقد كنت ايضا قد كنت استفدت شويه في هذا الفيديو. شكرا على المتابعه، ان شاء الله تلقى في حلقه جديدة إن شاء الله. صح فطوركم وصحيتكم.